في عالم بات يجمع الشرق بالغرب من خلال شاشة الموبايل أو الكمبيوتر ويحوله لعالم من التواصل الاجتماعي الافتراضي لم يعد كل شيء كسابقه، فهذا العالم بات يطرح أفكاره على طاولة النقاش وإن كان عن طريق عناوين لم نتقبلها في الواقع، حيث ظهر مؤخراً عنوان لأحد الحملات على الفيسبوك وهي حملة زوجي زوجك التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تلقى هذا الجدل الشارع السوري؟ بس شو هيش زوجي زوجك، يعني ما في تعليق عليها. يعني عم بحط حالي محلهم ما عم تزبط، عرفتي؟ ما في تعليق عليها أبدا. لا أنا ما بقبلها. أنا بالنسبة لي ماينا مقبولة نهائيا، يعني فكرة ماينا ظابطة نهائيا، بس المجتمع كيف بيفسرها ما بعرف. لا ما بصير هذا كلام، ما بصير، بالعكس. يعني المرأة بيضل لها حقوقها مثل الرجال بغض النظر عن نقص عدد الذكور ولا نقص عدد الرجال ولا الإناث. لا ما عجبتني. يعني بتوافي بهيك شيء مثلا؟ أكيد لا. هلأ ممكن مستحيل، يعني مستحيل هالشيء يصير. شو زوجي زوجك؟ والله يعني هلأ أنا ما فيني قلك إيه وما فيني قلك لا، بس إذا طلبت الأمور أنه يتزوج مرة تانية مو غلط بهذا الوقت. يعني نحن لأنه الوقت اللي نحن فيه صعب صاير، يعني نحن ما بنقول جبران خواطر، يعني بس الظروف بتحكم أنه مو مشكلة يتجوز واحدة وتنتين وثلاثة كمان. بتوقع أنه كتير صعب، يعني أنه تقبل بهيك شيء، خاصة أنه رح يكون حساب البيت والأولاد، يعني وبيظل هالمشاغل الحياة، يعني صار صعب كتير أنه يقدر يوفق بين بيتين ويتحمل أعباءهم كمان المادية. يعني أكيد لا، لأنه هيك بيأثر على البيت، بيأثر على الأولاد، بيصير كتير خلافات. لازم الرجال هنن اللي يقرروا، وهلا الرجال للأسف يعني يا دوب يتحملوا زوجة واحدة بالنسبة للمصروف، بالنسبة للمعيشة. برأيي إنه ما حيتحمل أكثر من زوجة واحدة. والله معي مرتي ما بقدر أحكي شغلة. هلا أنا ضد الشهاد، أي مرة ضد الشهاد أكيد. ما؟ أي ضدها. وحدة تجيكي ضرة على البيت هيك، أنت تعبانة بكل شيء تجيكي ضرة على البيت، ما أنا زابطة شغلي ما؟ لا برفض هاي الفكرة أنا. يعني ما بعرف، فكرة مو محبذة أبدا. هلا رأيي إنه المرأة إذا مريحة جوزها ومهدي باله، ما يعني ما أظن يعملها الزلمة ويتجوز عليها. أما إذا في مشاكل، في أخذ وعطى وصد، يعني شغلات كتير المرأة بصير معها هيك، فبيضطر الزلمة يتجوز عليها. لا مو مع، إذا واحد بيحب حدا وتجوزه لازم يضل له، يعني ما يتجوز غيره. مو مع تعدد؟ لا مو مع تعدد، لا ابدا، لا ابدا بالمره. خلص واحد بيوفي لوحده وخلص، غير هيك ما بقى في. لا هلا ممكن يتزوج، انه يتزوج وحده ثانيه او ثالثه، بس بيكون سبب طبعا، اما هيك بدون سبب اكيد لا. الكثير رفض هذه الحمله وغيرها من الحملات التي تطرح على المواقع بغيه تغيير في العادات او تمرير رسائل اخرى عبر هذه المواقع، فكيف يرى السوريون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا هو إذا كان استخدامه بناء ومفيد طبعا أنا معه، أما إذا كان استخدامه فقط لضياع الوقت فلا، يعني بلا أحسن. بشكل عام أن الفيسبوك يعني في أشياء كتير خاطئة ما نتمناها تظهر مشان المجتمع، أنه ما يبين إسا رحنا بشكل سلبي. يعني هو ممكن الواحد يستخدم الفيسبوك للتصفح، بس الوقت اللي إحنا فيه صار أكتر من هيك، يعني في أشخاص يعني تأزمت أكتر، صار معها أزمة أكتر من الأزمة، يعني بسبب الفيسبوك. هو سبب الطلاق هو الفيسبوك الكبير، يعني يعني اللي مزود على الشعب زيادة هو الموبايل، الفيسبوك، الواتساب، هالأمور هي كلها. لا سلبي، لأنه عم يعطي سلبيات كتير بشعة على بلدنا، عم يفوت شغلات غلط، يعني عم يعمل شغلات سيئة ما عم يفيدنا بشي. الناس ما عاد فضيت لبعضها، الناس ما عاد قعدت مع بعض، الناس بس كل همها موبايلي والانترنت والصور وبس هاي الشغلات. يعني ما عاد حدا حب بعض، يعني مثل الاول ما عاد حبينا بعض مثل الاول، ما عاد قعدنا مع بعض. اختلفت
الآراء بين من أيد هذه الفكرة ومن رفضها، ويبقى السؤال هو هل ما زالت هذه المواقع وأفكارها قادرة على تغيير وتحريك الشارع السوري؟ للإخبارية السورية من دمشق، سلمى عودة.